لو انت خايف او شاكك ان في تطبيق بتستخدمه على الموبايل بيستخدم الكاميرا او المايك اثناء استخدامك للتليفون ويكون بيسجل لك او بيخترق خصوصيتك، وكمان لو عايز تحول صورتك لكرتون او صورة جرافيك زي دي او دي وكمان دي، تعال وانا هعرفك ازاي. معاكم اسامة غمري من موقع موبيزل، والنهاردة هشارك معاكم 10 تطبيقات اندرويد هيعجبوكم جدا جدا. فيلا على ما الانترو تعدي كده انزل اعمل لايك الجميل ويلا نبدأ. عارف انت اللحظه الرخمه دي لما تيجي تمسح الاشعارات اللي جات لك لما تكون كتير كده وتدوس على زرار كلير نوتيفيكيشنز، وبعدين بعد ما تدوس تلاقي عينك جات على نوتيفيكيشن معين كده عايز تقراه او عايز ترجع له او كنت مهتم تعرف فيه ايه وما خدتش بالك منه؟ تطبيق نوتي ايزي بيحفظ لك كل الاشعارات اللي جات لك على التليفون بحيث تقدر ترجع لها في اي وقت حتى لو عملت كلير كذا مره، فبالتالي مش هيفوتك اي نوتيفيكيشن مسحته غصب عنك. لا وكمان المميز بقى ان لو حد بعت لك رساله في الشات طويله جدا وانت عايز تقراها من غير ما الشخص اللي بعتها لك يعرف، ساعات بندوس كده على النوتيفيكيشن بيظهر لنا جزء من الرساله، لكن من خلال تطبيق النوتي ايزي هتقدر تفتح الرساله بالكامل وتشوف اللي بعت لك كاتب ايه بالظبط وتقرا الرساله بالكامل، وهو مش هيعرف ان انت فتحت الرساله او قريت المحتوى تماما. البرنامج سهل وبسيط، محتاج بس تديله الصلاحيات عشان يكون ليه اكسس او تصريح انه يقرا النوتيفيكيشنز بتاعتك عشان يحفظها لك في البرنامج، وبعد كده هتدخل بعد ما تعمل ريفرش هيجيب لك كل النوتيفيكيشنز. يجي لي بقى واحد محنك يقول لي على فكره الخاصيه دي موجوده في اندرويد 11 يا نرم، هرد عليه واقول له ان الكلام ده قايله للغلابه اللي هم لسه ما جالهمش التحديث بتاع اندرويد 11، او حتى الاغلب منهم اللي مش هيجي لهم تحديث اندرويد 11 تماما، فبالتالي عشان ياخد الميزه دي محتاج يحمل تطبيق نوتي ايزي. تعالوا قبل ما نكمل اعرفكم على سبونسر فيديو النهارده. موقع جود ديل 24 هو موقع بيوفر لايسنس كي او سيريال لاهم البرامج اللي بنستخدمها زي ويندوز 10 وكمان مايكروسوفت اوفيس وغيرها كتير من البرامج والالعاب، ومش هتصدق انت ممكن تاكتيفيت الويندوز بتاعك بسعر قليل ازاي، فبالتالي هتتجنب الكراكس والمشاكل اللي بتيجي من وراها. والجميل انهم عاملين دلوقتي عرض السبرينج سيل او خصومات الربيع، ولما نيجي نبص على الخصومات هنلاقي اول خصم 50%، فبالتالي انت ممكن تشتري الكي او اللايسنس بتاعت ويندوز 10 بروفيشنال مثلا ب 7.5 دولار، يعني حوالي 125 جنيه، او ممكن النسخه الهوم بحوالي 8 دولار، وكمان ممكن 2 كي لكل نسخه وهيكون السعر افضل كمان. وعشان اخد الخصم بحتاج اضيف الكوبون ده EGD50 في الشوبينج كارت او في صفحة سلة المشتريات بتاعتك عشان اخد الخصم بتاعي، وكمان في برومو كودز تقدر تستخدمها بخصومات كبيره بتوصل لحد 62%، يعني مثلا سعر ويندوز 10 زائد مايكروسوفت اوفيس 2019 حوالي 92 دولار، ولما نستخدم البرومو كود هيديني 62% خصم وهيكون سعرهم 35 دولار بس. وفي اوفر تاني، يعني مثلا لو عايز تشتري ويندوز 10 بروفيشنال ومعاها نسخه اوفيس 365 بروفيشنال بلس وهي سعرها 46 دولار، بعد استخدام البرومو كود هيعمل لي خصم 55% وهيكون سعرهم مع بعض 21 دولار بس. تخيل ان متوسط عدد المرات اللي بتجري تشوف فيها موبايلك في اليوم حوالي 80 مرة، واول حاجة عينك بتيجي عليها او بتهتم انك تفتحها هي النوتيفيكيشن بار او شريط الاشعارات. اول ما تصحى بقى وقبل ما تنام ومع زحمة الحياة الواحد بيكون وراه حاجات كتير جدا بينساها، زي ان انت تكلم فلان او محتاج تجهز حاجة معينة او تلحق ديدلاين لايميل او شغل معين عندك المفروض تسلمه. عشان كده برنامج نوت بن بيخليك انك تقدر تثبت ملاحظات معينه او نوتس كده في النوتيفيكيشن بار او في شريط الاشعارات، ما بتتشالش تماما مهما عملت كلير، لازم انت تقفلها بنفسك. التطبيق جميل جدا وبتقدر انت تضيف بقى الملاحظات اللي انت عايزها وتختار انت عملت ايه وما عملتش ايه وايه اللي محتاج يكون ظاهر دلوقتي، وده حلو قوي للناس اللي بتنسى كتير زيي. طيب لو انت بقى عايز توصل للملاحظات بتاعتك او النوتس دي باسرع كمان من ان انت تفتح النوتيفيكيشن بار، فيبقى الحل في برنامج هاي نوت. برنامج هاي نوت بيخليك تكتب النوتس بتاعتك او الملاحظات او التودو ليست بتاعتك على الباك جراوند بتاعت التليفون بحيث تبقى سهله الوصول مسافه بس ما امسك الموبايل او الشاشه تفتح. بتقدر من خلال البرنامج تعدل على شكل الباك جراوند، عايز تحط صوره او عايز تخليها خلفيه ساده، بتختار اللون اللي انت عايزه، وكمان تقدر تضيف اكتر من قسم. يعني انت مثلا لو عندك ملاحظات او نوتس معينه لتاسكات معينه انت هتعملها في يومك او شوبينج ليست مثلا
في حاجات انت هتشتريها، تقدر تضيف اكتر من قسم، وفي كل قسم تقدر تضيف البنود اللي انت عايزها وبالفونت اللي انت عايزه وبالالوان اللي انت عايزها. برنامج جميل جدا وبيسهل عليك تفتكر الحاجات اللي وراه. طيب لو انت من الاشخاص اللي بيحبوا الباك جراوند بتاعه التليفون تكون شكلها مميز كده ومفيش بقى بهدله وكلام وبتاع على الديسكتوب، وعايز تكون مميزه ويكون فيها انيميشن او حركه كده لمكان او معلم مهم في العالم او مشهور جدا من منظور جوجل مابس، يبقى انت هنا محتاج تحمل تطبيق متروبوليس. تطبيق متروبوليس بيخليك ان انت تقدر تحط خلفيه 3D متحركه لمعلم او لمكان او لمدينه موجوده في اي دوله في العالم من منظور جوجل مابس او من منظور القمر الصناعي، وكمان بتكون متحركه بحيث اول ما امسك الموبايل او افتح الموبايل بيعمل لي انيميشن مميزه جدا كده للمكان اللي انا مختاره، وبيكون شكلها جميل جدا ومميز، وكمان تقدر تعدل عليها. النسخه دي مجانيه، بتختار بس من اماكن محدده موجوده على التطبيق، لكن لو انت عايز تعمل سيرش على مدينه معينه او مكان معين انت عاوزه بالتالي بتضطر تشتري النسخه المدفوعه، ودي اللي بتفتح لك اوبشنز اكتر في التطبيق. طيب في حاله ان انت مش عاجبك الخلفيات المتحركه او المدن او المعالم والحاجات دي، وعايز خلفيه مميزه جدا شفتها على تليفون حد من زمايلك، او كل يوم بتشوف حد من زمايلك معاه ماركه مختلفه عن موبايلك، السيستم عنده منزل له خلفيات كتير مميزه، يبقى انت محتاج تحمل تطبيق ستوكي. التطبيق ده بيجيب لك كل الخلفيات اللي موجوده على اغلب الموبايلات والبراندات والموديلات اللي موجوده في العالم كله. يعني مثلا انت معاك موبايل شاومي وعجبتك جدا خلفيه موجوده على سامسونج او على ايفون، التطبيق ده هيجيب لك كل الخلفيات دي، وكمان تقدر تعدل عليها بقى وتحسنها وتغير فيها وتستخدمها كباك جراوند للموبايل بتاعك. التطبيق بقى ده هيهم صحتك جدا جدا جدا، لان اغلبنا دلوقتي بيفضل قاعد على الموبايل بالساعات وبيكون مركز جدا على اساس انه هيفوته الدرس، يعني لدرجه ان احنا بننسى نرمش بعينينا او نغمضها لكام ثانيه كده عشان نريحها، وده بيقلب معاك من غير ما تاخد بالك تماما بتعب وبصداع وباجهاد للعين، وعلى المدى الطويل ممكن يعمل لك ضعف في النظر. فتطبيق بلينك هيساعدك ان انت تحافظ على عينيك، وده من خلال ان هو بيفكرك كل شويه انك تغمض عينيك او ترمش او تريح عينيك، وده بيكون من خلال ايكون صغيره كده على شكل عين بتبدا تظهر لك في الموبايل كل فتره، ومن خلال التطبيق انت بتختار شكل العين ده هيكون عامل ازاي وكمان حجمها وبتظهر كل قد ايه. فبالتالي طول ما انت بتستخدم الموبايل ومركز بقى لدرجه انك بتنسى تغمض عينيك، الابلكيشن ده هيظهر لك ايقونه صغيره كده بانيميشن ظريف يفكرك ان انت محتاج تريح عينيك او محتاج تغمضها عشان تخلي عينيك تاني رطبه بعد ما كان حصل لها جفاف من الفترة الطويلة اللي انت مغمضتش فيها عينيك. ولو انت من الناس دي اللي بتستخدم الموبايل فترات طويلة وبتحس باجهاد وانت مش عارف ايه سببه، التطبيق ده هيعجبك جدا جدا جدا. طيب لو انت مش قلقان من شخص معين ولكن قلقان من برنامج حملته من مصدر مثلا مش موثوق فيه، وخايف ليكون بيستخدم الكاميرا او المايك اثناء استخدامك للتليفون ويصورك او يسجلك او بيحمل التسجيلات دي لاي مكان، فانت كده محتاج تستخدم برنامج اكسس دوتس، وده واخد فكرة من الايفون نزلت قريب في تحديثات، ان لما في اي برنامج او انت نفسك فتح الكاميرا او في اي استخدام للكاميرا او المايك بيبدا يظهر لك نقطه كده موجوده في النوتيفيكيشن بار او في شريط الاشعارات بحيث يعرفك ان في برنامج او التليفون نفسه بيستخدم الكاميرا او المايك. دلوقتي بدات تنزل في بعض الموبايلات، لكن لو موبايلك مش موجود فانت محتاج تسطب البرنامج ده، وبتقدر تختار بقى كل نقطه ولونها على حسب اعداداتك انت ورغبتك، وبكده تكون بتستخدم موبايلك بامان ومش قلقان ان يكون في حد بيصورك او بيسجل لك صوتك من غير ما تعرف. لو انت من الاشخاص اللي بتحب الشورت كاتس او بتحب الاختصارات في استخدامها عامه في الحياه وخصوصا في الموبايل او الكمبيوتر، فالبرنامج ده هيسهل عليك حاجات كتير. برنامج المايتي فوليوم كيز بيقدر يخليك تعمل شورت كات او اختصار من خلال استخدام الزراير بتاعه تعديل مستوى الصوت، بحيث ان انا مثلا ممكن ادوس على الزرار اللي بيعلي الصوت مرتين فاقدر اشغل الفلاش، او ادوس مرتين اخليه مثلا يشغل الاغاني، او ادوس دوسه طويله على الزرار اللي بيوطي الصوت فينقل التراك اللي بعديه او يفتح لي تطبيق معين او يعدل لي على حاجه من اعدادات التليفون. فبالتالي التطبيق ده اداك اوبشنز كتيره تقدر تستخدمها من خلال استخدام زراير تعديل مستوى الصوت. ولو انت من الاشخاص اللي بتبقى موصله ديفايسز كتيره او اجهزه كتيره او اكسسوارات كتيره على موبايلك عن طريق البلوتوث وبتتنقل منهم كتير، فطبعا مش كل مره محتاج افتح البلوتوث وبعدين ادوس ديسكونكت او بيرنج او كده، برنامج بلوتوث اوديو ويدجت
بيخليك تحط ايكونز على الهوم سكرين بتاعتك شورت كات على طول، كل ايكون لكل سماعه او ديفايس انت بتستخدمه. اول ما ادوس على الايكون بيبدا يلغي البيرنج او بيعمل ديسكونكت للديفايس ده، بحيث ان لو عايز اوصل حاجه ثانيه ادوس على الايكون بتاعتها وفي ثواني بقدر اتنقل ما بين الديفايسز. وده انا كنت بالفعل بستخدمه لما كنت بقارن بين اكتر من سماعه، ما كنتش كل شويه بقى ادخل على الاعدادات والغي الاتصال وكده، ولكن من خلال دوسه واحده بقدر افصل واشغل اللي انا محتاجه من خلال الهوم سكرين بتاعت الموبايل. واخيرا، مين فينا ما بيحبش الصور الكرتونيه او ان هو يحول صورته الكرتون او يخلي صورته كده جرافيك كانها مرسومه على تابلت او كمبيوتر ويبقى شكلها شيك كده وحلو واقدر استخدمها على السوشيال ميديا ويكون شكلها كويس؟ برنامج تون مي هو برنامج بيقدر يحول الصوره بتاعتك لصوره جرافيك او صوره كرتون او صوره 3 دي انيميشن، شخصيات مثلا 3 دي، وكمان تقدر يخلي صورتك عباره عن ستيكرز او ايموجيز برياكشنات مختلفه تقدر تستخدمها في كل برامج التواصل او برامج الشات وبيكون شكلها جميل جدا جدا وبسيط جدا. بصور صوره لنفسي او برفع صوره من الموبايل وبيبدا بقى يحط لي التعديل عليها. في بقى صور كرتون، صور 3 دي، في بقى ممكن يحط لها انيميشن كده واشكال. البرنامج صراحه مميز جدا. بس كده، لينكات كل التطبيقات دي هتكون موجوده في وصف الفيديو. اتمنى يكون اختيار التطبيقات والفيديو وطريقه العرض عجبتكم. هستنى تعليقاتكم عشان اقرا التعليقات كلها. تقولوا لي ايه افضل تطبيق او ايه الحاجه اللي حملتها من التطبيقات دي وعجبتك وبالفعل هتبدا تستخدمها. فلو عجبك الفيديو هستناك بقى تنزل تعمل لايك كده وشير وسبسكرايب لو انت مش مشترك معانا في القناه، وكمان عايزكم تعملوا فولو على انستجرام وعلى تيك توك لاننا بقينا ننزل محتوى هناك. كان معاكم اسامه غمري من موقع موبيزل، وشكرا جزيلا.